اسمي فاطمة طلاس، متزوجة ولدي 3 أطفال من سوريا من مدينة حمص. أعيش في تركيا منذ 3 سنوات. أنا معتقلة سابقة في سوريا، تعرضت للاعتقال والتعذيب، وكان في برفقة أولادي عندما تم القبض علي واعتقالي. تعرضنا للتعذيب، تعرضنا للانتهاكات، تعرضنا للتعذيب النفسي، للإهانة بدون أي ذنب. لا يوجد ذنب أو لا يوجد سبب للاعتقال. تعرضنا للاعتقال التعسفي. يوجد الكثير من النساء الذي يتعذبن الآن ويتم اعتقالهم بشكل تعسفي، وكثير من الأطفال الموجودة في المعتقلات السورية تحت التعذيب بدون أي سبب أو بدون أي ذنب. مر على الحرب في سوريا 8 سنوات، ولحد الآن يتم الاعتقال ويتم الانتهاك ويتم التعذيب بالنساء والأطفال السوريين، والحرب لا ترحم أحد من الشعب السوري. أرجو من جميع الدول وجميع البشر الرحمة وطلب بالإفراج عن جميع المعتقلات والمعتقلين السوريين. مر على خروجي من المعتقل 4 سنوات، ولحد الآن لا أنسى موقف عندما رأيت أحد الشباب يتعرض لتخييط أحد جروحه دون اللجوء إلى المعقم، دون اللجوء إلى المخدر، دون اللجوء إلى أي شيء، بأدوات حادة جدا، حتى دون اللجوء إلى طبيب يتم تخييطه بدون أي رحمة. لا زلت أذكر يوميا، كان يوجد يوميا في الساعة 3 صباحا يتم إخراج معتقلين. تم القضاء عليهم تحت التعذيب، ويأخذون إلى أماكن غير معروفة ويتم دفنهم في مقابر جماعية. إلى حد الآن كنت أسمع دائما أصوات الأطفال، وكنت أظن أنهم أطفال الذين في السجون. بس.